السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب تاع 5 جويليا اللي نقف على زيارة نتاع الرئيس الجديد نتاع الكاف سيد صادي إلى ملعب 5 جويليا، واللي الملاحظ هو أنه فيه إعادة الأرضية، ولكن المؤسف أنه كل المناقصات اللي تمت، يعني 2 مناقصات تمت تهيئة الملعب وتغطيته وتوسيعته باءت بالفشل إلى حد ساعة. المفروض الآن يجب إعطاء الأشغال، يعني المارشي هذا، طريقة جريا مباشرة إلى شركة كبيرة، من يعني ممكن تكون شركة صينية أو شركة جزائرية. إذن هذا هو، لازم تكون بدون مناقصة إعطاء مباشرة المشروع هذا إلى شركة ذات اللي عندها يعني الإمكانيات والقدرات لمثل هذه الأشغال. نخليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.